إذن بشأن تقرير صحيفة أورينت الفرنسية عن حال الانسداد السياسي في العراق وصراع شركاء العملية السياسية على المناصب، معنا هاتفيا من إسطنبول سيد بهاء خليل. مرحبا بكم سيد بهاء. إذن في ظل الصراع الدائر بين شركاء العملية السياسية على المناصب، صحيفة أورينت الفرنسية ذكرت أن لا بوادر لنهاية الصراع مع مرور نحو 7 أشهر على الانتخابات. هل ترى إمكانية الحل في ظل أطماع شركاء العملية السياسية؟ حيا حضرتك ومشاهدي قناة رافدين الكرام. حياك الله. في الحقيقة الانسداد السياسي الحاصل الآن هو مجرد اختلاف حول توزيع المناصب والمغانم التي يبحث عنها أو تبحث عنها الكتل السياسية والأحزاب المشتركة في الانتخابات، ولا توجد حتى الآن إمكانية لهذا الانفراج بسبب تعنت هذه الكتل السياسية وتمسكها بمكاسبها التي تبحث عنها ومصالحها الحزبية، وبالتالي جميع المبادرات التي طرحت تم رفضها بسبب تعنت هذه الأطراف وعدم تقديمها لتنازلات من أجل المضي في تشكيل الحكومة، وبالتالي أضاف عبئا جديدا على المواطن بتأخير تشكيل الحكومة وتأخير إقرار الميزانية وكل ما التبعات التي تترتب على تأخير تشكيل الحكومة. يعني تواصل الصراع على المناصب بعد مرور نحو 7 أشهر من إعلان النتائج، هل كانت تتوقع الأحزاب ومن ورائها إيران هذا التيه فلنسميه الذي يعيشون فيه سيستمر مع التصعيد الواصل إلى حد الصراع؟ بالحقيقة هذه الأحزاب وجدت نفسها كليتين إن صح التعبير بعد أن فقدت مسير العملية السياسية داخل العراق، والشخص المسيطر كان على تلك الأحزاب وموزع لمناصبه. وأذكر هنا قائد فريق الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بعد مقتل سليماني فقدت إيران تقريبا السيطرة على تلك الأحزاب، وتقريبا وصلت إلى مرحلة التصارع فيما بينها و مساعدة حزب على آخر في سبيل استعادة السيطرة على تلك الأحزاب اللي موجودة داخل العملية السياسية العراقية. هذه المشكلة اللي تعاني منها الآن الأحزاب هي التي أوصلتها إلى مرحلة قد تتطور في الأيام القادمة إلى اختتال فيما بينهم لعدم وجود المسيطر على تلك الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران خاصة. هذه الغنيمة الكبيرة اللي حصلوا عليها هي أكبر منهم، وبالتالي أطماعهم زادت وزادت معها فرصهم في تحقيق مكاسب أكبر على حساب الشعب العراقي، ولذلك هم لم يكونوا يتوقعون أنه في يوم من الأيام سيصبح القرار بيدهم حتى هذه اللحظة، وإيران تحاول السيطرة عليهم من جديد حتى من خلال تغيير سفيرها في العراق، وشاهدنا الذين قدموا فروض الولاء والطاعة يوم أمس لسفير إيران الجديد. هذا قد يحاول أن يصل إلى مرحلة من التفاهمات بين الكتل السياسية الموالية لإيران خصوصا من أجل الإسراع في تشكيل حكومة موالية لإيران كما جرت العادة منذ 2003 وحتى الآن من أجل الإبقاء على السيطرة الإيرانية على الوضع في العراق. يعني مع أن هناك مقترحات طرحت وتطرح من وقت لآخر وفي ظل هذا الضغط الإيراني، هل تعتقد أن ترضخ الأطراف وتتنازل عن رغبة إيران في تشكيل حكومة يكون الإطار التنسيقي فيها له فيها نفوذ؟ حتى الآن يعني بصراحة لا توجد بوادر لموافقة أو انصياع تلك الأحزاب والكتل السياسية لرغبات الجانب الإيراني. الجانب الإيراني من خلال زيارات قام بها إسماعيل قاآني إلى السيد نتن صدر، حاول معه تخفيف حدة التوتر بين الإطار والتيار وفشل في تلك الفترة. بعدها بدأت الأحزاب تتقدم بمبادرات هنا وهناك من أجل
حلحلة الأمر ومضيف العملية السياسية، لكن ما زال هنالك ضغط إيراني كبير. أنا أتوقع يعني سيكون هنالك حل، يجب أن يكون هنالك حل، لأنه البديل هو الصراع العسكري، ولا أعتقد بأن إيران ممكن أن تسمح لهذه الأحزاب أن تتقاتل فيما بينها، لأن ذلك سيجعلها تخسر الكثير مما كسبته من عام 2003 ولحد الآن، وبالتالي قد يكون هنالك انفراج من خلال تنازل البعض، بعض الكتل السياسية، قد يكون مثلا انشقاق من تحالف السيادة وانضمامهم إلى الإطار التنسيقي، وبالتالي تصبح الكفتين متوازنتين داخل البرلمان، أو أن يصار إلى إعادة الانتخابات مرة أخرى لتشكيل يعني خلينا نقول توازنات جديدة داخل مجلس النواب، من شأنها أن تعطي للإطار التنسيقي أو الكتل المنضوية تحت الإطار التنسيقي من أن تحصل على مقاعد أكثر، وبالتالي بإمكانها أن تتفاوض مع باقي الكتل السياسية من موقع قوة. هذا اللي ممكن أن يحصل، أو أن تحصل هنالك لا سمح الله حرب بين هذه الفصائل، باعتبار أنه جميع الأحزاب تمتلك ميليشيات، جميع الأحزاب تمتلك السلاح بإمكانهم أن يتصارعوا فيما بينهم، وبالتالي هذا الأمر قد يتطور إلى حرب أهلية لا سمح الله، وهذا ما لا تريده إيران حاليا لانشغالها حاليا بموضوع الملف النووي مع الولايات المتحدة، ولا ترغب في فقدان السيطرة على العراق باعتبار هو العمق الاستراتيجي لها داخل المنطقة العربية وداخل الشرق. أيضا مما يجب أن لا يغفل أن في المعادلة التي لا يراها شركاء العملية السياسية، هناك الشارع العراقي حاضر بغضبه من هذه العملية السياسية وشركائها، ويظهر بين حين وآخر. إلى أي مدى ترى إمكانية انفجار الشارع من جديد في موجة جديدة مثلا لثورة تشرين؟ والله هي إمكانية كبيرة، لأنه كل ما زادت المدة وكل ما طولت موضوع تشكيل الحكومة، زاد الاحتقان في الشارع وزادت نقمة الشارع العراقي على تلك الأحزاب التي لا تعير لمصلحة المواطن أي أهمية، ومكاسبهم الحزبية هي بالدرجة الأولى بالنسبة لهم. لذلك أنا أتوقع أن الشارع لم يمهل الكتل السياسية الكثير، وقد يقول كلمته في وقت أسرع حتى مما يتخيل الأحزاب السياسية. الشارع أيضا قد يتم استخدامه للأسف من كتل سياسية على حساب كتل سياسية أخرى، باعتبار أن الإطار التيار الصدري يمتلك قاعدة جماهيرية بإمكانه أن يستخدمها من أجل يعني إطلاق المتظاهرين إلى الشوارع، وبالتالي سيصبح ورقة ضغط. لكن عامة الشعب متحضر يعني حقيقة، لأنه العراق الآن أصبح بلد من دون ماء، من دون كهرباء، من دون تعليم، من دون صحة، من دون خدمات، البطالة متفشية، من كل نواحي الحياة أصبح العراق بلد من الصعب جدا أن يستمر الوضع فيه إلى ما هو عليه الآن، وبالتالي الشارع سينفجر، لأنه الفرصة الآن هي يمكن أكثر مما حصل أو أكثر سوءا مما حصل في عام 2019 اللي تسببت في اندلاع تظاهرات تشرين. فالآن هو واجب أكبر على الشعب العراقي أن ينتفض ضد هذه الأحزاب من أجل التحرر منها، ومن أجل البحث عن مصالحه وما يريده ليعيش العيش اللي يعيشه الإنسان في أي دولة متحضرة في العالم. الكاتب الصحفي بهاء خليل من اسطنبول هاتفيا، شكرا جزيلا لك.